وصفتها قال يكبر فيها أربعا، أي أربعة تكبيرات من غير ركوع، فليس فيها ركوع. قال رحمه الله ولا سجود، أي ليس فيها ركوع ولا سجود. يقرأ في الأولى الفاتحة، هذا بيان للمشروع، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويتحقق هذا بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل ذلك الصلاة التي علمها أصحابه، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. قال ويدعو للميت في الثالثة، أي يدعو للميت، ويشرع بأن يبدأ بالدعاء العام ثم يأتي بالدعاء الخاص، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، هذا دعاء عام، ثم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا دعاء خاص، ولو خالف وقدم أو أخر الأمر في هذا قريب. قال رحمه الله وتكون الصلاة عليه بعد أن، ولم يذكر التكبيرة الرابعة لأنه ليس فيها شيء يقال، فإذا كبر الثالثة ودعا كبر الرابعة ثم سلم، ثم سلم. ومن الفقهاء من استحب أذكارا تقال، وأصوب ما يقال إنه يواصل الدعاء إن سكت الإمام، إن تمكن يواصل الدعاء للميت، لأنه هو المقصود بهذه الصلاة.